في أمريكا يموت 17 شخص كل يوم وهم في انتظار عمليات زرع الأعضاء. الأمر يزداد جنونا حين تعلم بأن هناك 100,000 شخص موجودين في قائمة الانتظار لزرع الأعضاء، كلهم على قائمة الانتظار. بعضهم ينتظر كلى، الآخر قلب، والآخر رئة. في يناير الماضي، أي قبل شهرين ونصف من الآن، أعلن أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح أول عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، وكان هذا الشخص هو ديفيد بينيت ذو 57 سنة. وبالفعل نجحت العملية وعاش ديفيد لشهرين بقلب خنزير. لكن قبل أسبوعين فقط من الآن جاءت الصدمة والخبر الصادم للمجتمع العلمي، تم إعلان وفاة ديفيد وفشل العملية بالكامل. هناك 4 أسئلة مهمة تطرح. السؤال الأول، ما هي قصة هذا الشخص الذي زرعوا له قلب خنزير؟ والسؤال الثاني، متى بدأ تاريخ نقل الأعضاء من الحيوانات للبشر؟ والسؤال الثالث، لماذا دائما يتم اختيار أعضاء الخنزير بالذات لزرعها في جسم الإنسان؟ والسؤال الرابع، متى تم إجراء أول عملية زرع عضو حيواني في الإنسان؟ Can you sing? Oh, hey, here come. That's it. قبل شهرين من الآن وفي 11 يناير أعلن أطباء في الولايات المتحدة عن نجاح أول عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم الإنسان. المريض في هذه العملية هو ديفيد بينيت ذو 57 سنة. تم تشخيصه بمرض عضال في القلب، ليس له أي حل سوى عملية زرع القلب. ولم يكن بينيت أصلا مؤهلا لإجراء عملية زرع عضو بشري لأن حالته كانت ميؤوس منها، وكانت فرص وفاته أكبر من فرص نجاته. قبل يوم من إجرائه للعملية قال بينيت، إما أموت وإما أن أجري عملية الزرع هذه، أعلم أنها قد تنجح أو تفشل لكنها خيار الأخير. القلب الذي تم استعماله في هذه العملية هو قلب خنزير معدل وراثيا. ما الذي أقصده بمعدل وراثيا؟ المسألة بسيطة جدا، وهي أن ذلك الخنزير تم التلاعب بجيناته ليجعل رفض المناعة البشرية لذلك القلب ضعيفة جدا، تماما مثل ما نتلاعب في جينات الطماطم والتفاح والموز لنجعل شكله أشهى وأيضا ليحارب الحشرات وليدر محصول كبير. وبالفعل نجحت العملية وعاش ديفيد لأكثر من شهرين ليأتي الخبر الصادم للمجتمع العلمي بكامله، وهو وفاة ديفيد بينيت. إذا عدنا للتاريخ، فالأساطير اليونانية وبعض الديانات كالهندوسية كانت موجودة فيها فكرة دمج الأعضاء الحيوانية مع الإنسان وفكرة نصف إنسان نصف حيوان. ففي الديانة الهندوسية يوجد إله يسمى غانيشا، وهو إله بشر على شكل فيل. أما الأساطير اليونانية فهي غزيرة جدا، حيث كان لديهم المخلوق الأسطوري الملقب بالقنطور والذي نصفه إنسان ونصفه حصان. أيضا لديهم الأسطورة ميدوسا أم الثعابين، وهي امرأة شعرها ليس من الشعر وإنما من الثعابين. أيضا في الحضارة اليونانية نتذكر جيدا محاولة ديدالوس وابنه إيكاروس الطيران والهروب من المتاهة التي صنعها بيده عن طريق أجنحة الطيور، حيث قال كيث ريمتما أحد أشهر الجراحين الأمريكيين لزراعة الأعضاء أن محاولة ديدالوس وابنه إيكاروس الطيران من المحتمل أن تكون أحد أقدم الأمثلة على زرع الأعضاء الخارجية. أيضا ما يفسر أن فكرة دمج الحيوان بالإنسان قديمة جدا هي أن تمثال اللاماسو أو الثور المجنح ذو الرأس البشري تم اختياره لتمثيل الرابطة الدولية لزراعة الأعضاء، ومجلتها العلمية الرسمية هي Xenotransplantation. بين القرنين 17 و20 كانت الكثير من الأمراض التي لم يجد لها الأطباء أي علاج أو حل تثير تساؤلات في أذهان هؤلاء العلماء والأطباء. ومن هذه التساؤلات، هل يمكننا الاعتماد على عضو حيوان لنستعمله في جسم إنسان؟ كونها نوعا ما أعضاء مشابهة لنا، بالخصوص الأعضاء الحيوية. وبالفعل تم نقل الفكرة من النظرية للتجربة عندما بدأ جان بابتيست دينيس الممارسة السريرية لنقل الدم من الحيوانات إلى البشر. فقد تم نقل دم بعض من أنواع الحيوانات المختلفة لمرضى يعانون من حالات مرضية متنوعة. كانت هذه التجارب في بعض الأحيان كارثية، وعليه تم حظر نقل الدم في فرنسا لسنين.
من غير عمليات نقل الدم كانت هناك عمليات أخرى. في القرن 19 مثلا كانت هناك مشكلة كبيرة، وهي الحالات التي يفقد فيها المريض جزء من جلده، ففكر الأطباء في استخدام جلد الحيوانات، بالخصوص الأغنام والأرانب والكلاب والقطط والجرذان والدجاج والحمام. لكن كان هناك إشكال بسيط مع هذه الحيوانات، وهي أنها كلها لديها شعر. فأراد الأطباء جلد أملس ليس فيه أي فرو أي شعر أي ريش، فوقع الاختيار على الضفادع. وبعدها تم استخدام الضفادع بكثرة في أغلب الحالات التي يفقد فيها المريض جزءا من جلده. في عام 1838 حدثت نقلة كبيرة في مجال زرع الأعضاء، حيث تم إجراء أول عملية زرع قرنية عين خنزير في جسم الإنسان. لكن المثير والغريب في الأمر أن أول عملية زرع قرنية عين من إنسان لإنسان جاءت بعد 65 سنة من إجراء عملية الزرع من خنزير لإنسان، أي في عام 1905. بالرغم من أن تطور عمليات زرع الأعضاء كان يتم بسرعة، وكان الطب في هذا المجال فعلا يتطور ويتجدد، إلا أن الكوارث والمصائب كانت هي المسيطرة. فغالبية المرضى الذين كانوا يتلقون أعضاء حيوانية، بالخصوص أعضاء حيوية، كان أغلبهم يموتون. بعضهم يموت بعد دقائق أو ساعات من إجراء العملية، بعضهم كان يعيش يوم أو يومين، بعضهم كان يعيش لأسبوع وأكثر، لكن مصيره في النهاية كان الموت المؤكد. والسبب في الأساس هو عدة أمور معقدة، وأهمها مشكلة الأوعية الدموية. إلى أن جاء جراح فرنسي اسمه أليكسيس كاريل، تمكن من تطوير تقنيات جراحية لمفاغرة الأوعية الدموية. كان هذا الحدث تاريخي ومفصلي في تاريخ عمليات زراعة الأعضاء، حيث كان ذلك الاكتشاف العلمي الوسيلة التي مكنت من إجراء زراعة الأعضاء بنجاح لأول مرة. وعليه حصل أليكسيس كاريل على جائزة نوبل في عام 1912. بعد عدة سنوات قام مهاجر روسي في باريس اسمه سيرج فورونوف بعمل نقلة نوعية في مفهوم زراعة الأعضاء، حيث ركز سيرج فورونوف على الأعضاء ذات الإفرازات الهرمونية. كان سيرج بهذه الفكرة حرفيا سابقا لعصره بعشرات السنين. كانت أبحاث فورونوف تحوم حول إعادة القدرة الجنسية للرجال الذين كبروا في السن. فماذا فعل؟ قام بعمليات زرع شرائح من خصية القردة في خصية الإنسان، بالخصوص من قردة الشمبانزي وقردة البابون. كانت هذه التجربة فعلا تجربة غريبة، وكانت الطريقة التي اتبعها سيرج فورونوف هي أن يقوم بقطع خصية القرد لشرائح مثل البصل ثم يزرعها في أجريت الكثير من هذه العمليات على مئات الأشخاص، كلهم كان لهم أمل إعادة القدرة الجنسية. لكن علميا وواقعيا لم يكن لهذه العمليات أي تأثير فعلي هرموني على ذلك الشخص. كل ما في الأمر هو العملية كانت توهم الشخص بأن خصية القرد تعطي مفعولها، وكانت كل التأثيرات في الحقيقة نفسية فقط، تماما مثل العلاج بالوهم. كانت وتيرة التطور السريع في مجال الطب يفتح الطرق أمام مجال عمليات زرع الأعضاء. وعليه في منتصف القرن العشرين، وبالتحديد بين 1963-1964، كانت هناك مشكلة كبيرة، وهي الشح الكبير في المتبرعين بالأعضاء، وبالتالي كان الناس يموتون لعدم توفر عضو للزرع، منها مثلا الفشل الكلوي، فلم يكن يتم استعمال غسيل الكلى المزمن بعد. وعليه قال كيث ريمتما أشهر الجراحين في أمريكا أن كلية الحيوانات الموجودة في أعلى السلم التطوري كما يسمونها محتمل أن تعمل في البشر. كان الحل في نظر كيث استعمال بعض أعضاء الحيوانات في الإنسان، وبهذا ستحل المشكلة. طبعا أول حيوان تم اختياره هو الشمبانزي، كونه أقرب أنواع الحيوانات للبشر، سواء في الشكل، الهيئة، وفي بعض الأحيان حتى التصرفات. وبالفعل تم البدء في التجارب، وأجريت 13 عملية زراعة كلى قردة شمبانزي في 13 مريض. ما حدث هو أن معظم هذه العمليات فشلت في غضون 8 لـ4 أسابيع. كان من بين المرضى الذين خضعوا لعملية زرع كلى الشمبانزي مدرسة. الغريب أن هذه المدرسة تمكنت بالفعل من النجاة والعيش بشكل طبيعي، وبقيت بصحة جيدة لمدة 9 أشهر. إلى أحد الأيام وهي في الفصل سقطت وماتت بشكل مفاجئ، فلم يبقى هناك أي ناجي من عمليات الزرع. جيمس دي هاردي هو جراح أمريكي اشتهر بكونه أول من قام بزراعة أول رئة في التاريخ، وكان المريض الذي خضع لهذه العملية هو جون راسل، الذي عاش بعد العملية
ل 18 يوم في 11 يونيو 1963. هذا الشخص سمع بما فعله الجراح الأمريكي كيث ريمتسما وتجربته في عمليات زراعة كلية القرد في الإنسان، وأعجب جدا بالنتائج المبهرة للمرضى الذين خضعوا للعمليات، بالخصوص المريضة التي عاشت 9 أشهر. كان جيمس دي هاردي يخطط للقيام بأول عملية زراعة قلب قرد شامبانزي في الجسم الإنسان سنة 1964، وبالفعل أجريت العملية لتكون الصدمة قوية، فقد توفي المريض بعد العملية بساعتين فقط لعدم تمكن القلب الجديد من دعم الدورة الدموية البشرية. كانت هذه النتيجة صادمة مما أوقف كل العمليات المخطط لها إلى حدود 800 بالضبط في 1983، حين تم إجراء ثاني أشهر عملية زراعة قلب سريري منذ محاولة هاردي الفاشلة. وهذه العملية أجراها ليونارد إلبيلي، حيث قام بزراعة قلب قرد البابون في رضيعة صغيرة عرفت بعدها باسم بيبي فاي. كان أحد أهم أسباب زراعة قلب قرد في طفلة هو أنه في تلك الفترة كان من المستحيل الحصول على عضو متبرع من طفل رضيع. بعد هذه العملية تمكنت الطفلة الرضيعة من النجاة، ولكنها توفيت بعد 20 يوم فقط بسبب رفض الجسم للقلب الداخلي، من الجلد للكلى ثم للخصية، فالقلب والرئة ثم في النهاية الكبد. كان مجال زراعة الأعضاء سواء من الإنسان للإنسان أو من الحيوان للإنسان، بالخصوص من الخنازير والبابون والشمبانزي، يتطور ويتقدم أكثر بوتيرة سريعة، ودخل الكثير من الأطباء والعلماء على الخط. Starzl turned to his lab where he developed cyclosporin and FX506, drugs that would lessen the chance of organ rejection. توم ستارزل هو طبيب أمريكي وباحث وخبير في زراعة الأعضاء، ويعتبر أحد أعظم الرواد في مجال زراعة الكلى والكبد، حيث يعتبر أول من أجرى عملية زرع كبد بشري، ويلقبونه بوالد الزرع الحديث في الستينيات، وفي فترة لم تكن فيها مثبطات المناعة موجودة بنفس القوة الموجودة الآن. أجرى توم عمليات زرع الكبد بين حيوانات كالبابون والشمبانزي والخنزير، لكن لم تكن عملياته ناجحة بسبب رفض المناعة. في 1987 تم اكتشاف مادة تسمى تاكرولينيوس، وهي من المواد المثبطة للمناعة، أي أنها تقلل مقاومة مناعة الإنسان لكي لا يتم رفض العضو المزروع. هذه المادة تنتجها بكتيريا التربة واسمها هو ستريبتومايسيس تسوكوبانيسيس. لذلك الخطر الأكبر في عمليات زرع الأعضاء والنقطة التي عليها يمكن أن نقول نجحت العملية أو فشلت هو قبول الجسم لهذا العضو أو رفض المناعة للعضو، ودور هذا العقار هو تخفيف مقاومة المناعة لكي يتم قبوله من طرف الجسم. في 1992 وبعد هذا الاكتشاف قرر توم ستارزل مع فريقه في بيترسبورغ إجراء عمليتي زرع كبد من قردة البابون في مرضى بالغين. كانت النتائج مخيبة للآمال، حيث توفي كل المرضى الذين أجريت عليهم عمليات زرع الأعضاء باستثناء نتيجة واحدة كانوا يعلقون عليها الكثير من الآمال، حيث عاشت 70 يوم بعد عملية زرع الكبد القردي، ليموت المريض بعدها مباشرة. هنا الكثير منكم سيطرحون سؤال مهم، لماذا بالضبط يختار الأطباء استعمال أعضاء قردة الشمبانزي والبابون من دون غيره من الحيوانات، أو على الأقل من دون غيره من القردة الآخرين؟ من أهم الأسباب التي تجعل الأطباء يختارون أعضاء الشمبانزي والبابون هو تشابهها النسبي الكبير بالإنسان من حيث الشكل والهيئة ونواحي كثيرة، حيث يقول العلماء بأن البشر والشمبانزي يتشابه حمضهم النووي ب 98.8%، مع تحفظ شديد على هذه النسبة المشبوهة التي هي أقرب ما تكون للخرافة منها للحقيقة. فمثلا يحتوي كل من X كروموزومز بالنسبة للإنسان والشمبانزي على حوالي 1100 جين مختلف، كل جين من هذه الجينات يؤثر على سمة ما في الجسم. مثلا يؤثر الجين HAMB على تخثر الدم، الأمر الذي يسبب الهيموفيليا. الجين CBX يؤثر على تطور الوجه. الجين OPEN1LW يؤثر على حاسة البصر وبالتحديد رؤية اللون الأحمر. فإذا كان الحمض النووي للإنسان والشمبانزي متشابه بنسبة 98.8% كما يقولون، فلماذا إذن البشر والشمبانزي مختلفين جدا كاختلاف الليل والنهار؟
مختلفين لدرجة أن أعضاء القرد لا تعمل في الإنسان وأعضاء الإنسان لا تعمل في القرد. ما يقوله العلماء التطوريين أنفسهم أنه بالرغم من وجود جينات متطابقة تماما في كل من الإنسان والشمبانزي، إلا أن نفس الجين في القرد مثلا يعمل بطريقة مختلفة تماما عن مثيله في الإنسان. وحتى مجموعتين متطابقتين من الحمض النووي يمكنهما العمل بشكل مختلف. أيضا على الرغم من التطور الكبير في الجهاز المناعي للإنسان والشمبانزي، إلا أن قردة الشمبانزي والتي هي أحط وأدنى في السلم التطوري من الإنسان لا يصاب أبدا بطفيل الملاريا القاتل، في حين أن الإنسان الأرقى تطوريا من الشمبانزي والأصلح كما يقولون يصاب بهذا الطفيل ويموت بسببه. السبب هو الجينات، حيث أن اختلاف بسيط في الحمض النووي يجعل خلايا الدم الحمراء البشرية عرضة لهذا الطفيل القاتل، بينما خلايا دم الشمبانزي مقاومة. هذا يعني أنه حتى إذا فعلا سلمنا جدلا أن التشابه بين الحمض النووي للإنسان والشمبانزي 98.8%، فهذا التشابه في الحقيقة هو فقط تشابه شكلي وظاهري واختلاف وظيفي كبير للجينات. الإنسان الأرقى تطوريا من الشمبانزي والأصلح كما يقولون يصاب بهذا الطفيلي ويموت بسبب. لتعلموا لماذا قلت لكم بأن نسبة 98.8% هي أقرب للخرافة منها للحقيقة، أجاب بصراحة موجود عند الدكتور إياد القنيبي في واحدة من أفضل حلقاته، خلينا نشوف. تعالوا نرى كيف تم هذا من خلال 5 خطوات تتلخص في: أولاً، تشطيب جزء كبير من المادة الوراثية لا يوجد فيه شبه بين الإنسان والشمبانزي، ثم استخدام برمجيات تفترض أصلاً صحة التطور، ثم تفسير النتائج بافتراض صحة التطور، ثم اختيار نوع واحد من الفروقات في المادة الوراثية وتطنيش الفروقات الأخرى، ثم تطنيش الدراسات التي تخرج بنتائج مختلفة عن النسبة المرادة في سلفا. الخطوات 3 تتم في المختبرات، والخطوتان الأخيرتان تتمان في البروباغاندا الإعلامية. هذا بالنسبة للقردة. طيب ماذا عن الخنزير؟ لماذا مؤخرا استعملوا قلب خنزير ولم يستعملوا قلب شمبانزي أو بابون؟ السبب صديقي هو وجود تشابه كبير بين البشر والخنازير، تشابه في الكثير من الصفات التشريحية للجسم، وأيضا تشابه في بعض الأعضاء والصفات الفيزيولوجية، وأيضا التشابه الكبير بين جلد الخنزير وجلد الإنسان، وأيضا تطور الأمراض. أيضا هناك تشابه بين الإنسان والخنزير من ناحية انتشار أو مناطق انتشار الدهون في الجسم، وأيضا حتى غطاء الشعر على الجلد. هذا ما جعل الأطباء والعلماء يستعملون الخنازير في الأبحاث العلمية والطبية لأكثر من 30 سنة. لكن أهم مشكلة تصادف العلماء لزراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان هي الاستجابة المناعية القوية، وبالتالي رفض العضو والفشل التام للعملية. حاول العلماء التغلب على هذا المشكلة الكبير من خلال تخليق خنازير معدلة جينيا، تماما مثل ما صنعوا طماطم وتفاح وموز، معدل جينيا يقتل الحشرات التي تحاول أكله، وبالتالي يكثر الإنتاج والمحصول ويكون شكل المنتج جميل وشهي. نفس القصة مع الخنازير، تم اللعب في جيناتها لجعل حدة الرفض المناعي أقل أثناء عملية الزرع، لكن إلى حدود الساعة كل المحاولات باءت بالفشل، وآخر محاولة هي التي حدثت مؤخرا وانتهت بوفاة المريض ديفيد بينيت. طيب سؤال، لماذا لا يركزون أبحاثهم أكثر على القردة كالشمبانزي والبابون عوض تركيزهم على الخنازير؟ ما هي النقطة الإيجابية في الخنازير الغير موجودة في القردة؟ بالخصوص أن التشابه الكبير موجود بين القردة والإنسان وليس الخنزير والإنسان. السبب صديقي هو أن الخنزير مثله مثل بقية الحيوانات الهجينة كالبقر والخرفان والماعز وإلى غير ذلك. هذه الحيوانات تتوالد بكثرة وموجودة على كوكب الأرض بأعداد مهولة، أي إذا تمكن العلماء من جعل أعضاء الخنزير تعمل بشكل طبيعي في جسم الإنسان سيكون لدينا مصدر أعضاء لا متناهي وغير محدود، وقد ينجو ملايين الناس في العالم، على عكس القرود تماما لا يمكن أبدا الاعتماد عليها، لأن أولا أعدادها قليلة في الطبيعة، وثانيا هي حيوانات لا تلد بكثرة مثل الخنازير. قرد الشمبانزي يلد مرة واحدة فقط، أي يلد مولود واحد، في حين أن الخنزير ممكن أن يلد 10 خنازير مرة واحدة، والقردة لا يمكن تهجينها مثل البقر الخرفان والماعز على عكس الخنزير. وثالثا إذا نجح زرع أعضاء القردة في الإنسان
بشكل طبيعي سيرتفع ثمن أعضاء هذه الحيوانات، أي القردة، الشمبانزي والبابون، سيتم اصطيادها بشكل مهول وخارج عن القانون، الأمر الذي قد يسبب انقراض الشمبانزي والبابون، على عكس الخنزير الذي لا يمكن أبدا أن ينقرض، فهو مثله مثل الدجاج. اليوم هناك ما لا يقل عن 172 ألف قرد شمبانزي في العالم، وتشير التقديرات الحالية إلى أنه في غضون 3 عقود القادمة يمكن أن تنقرض قردة الشمبانزي في البرية. فإذا حتى لو نجحوا في زرع أعضاء الشمبانزي بنجاح في جسم الإنسان فلن يغير الأمر شيئا، لأننا سنضطر لقتل القردة لأخذ أعضائها للمرضى البشر، الأمر الذي سيسبب مشكلة أخلاقية كبيرة، ناهيك على أنه سيسبب انقراض الشمبانزي، أي كارثة بيئية كبيرة، في حين أنه يوجد في العالم أكثر من 500 مليار خنزير، أي سيكون لدينا مصدر إمداد من الأعضاء لا متناهي. هذا إذا ما نجح العلماء في زرع أعضاء الخنزير بنجاح في جسم الإنسان. ما أثار انتباهي الشديد في الموضوع هو أن هناك آية في القرآن الكريم تقول وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لماذا مسخ الله أولئك القوم لجنسين من الحيوانات بالتحديد وهم القردة والخنازير، وهما نفس الحيوانات الآن التي يتم عليها البحوث العلمية لزراعة الأعضاء؟ لعل أفضل فيلم يشرح لكم موضوع نقصان الأعضاء في العالم هو فيلم جون كيو للممثل الكبير دينزل واشنطن. بكل صراحة هذا الفيلم هو من أروع الأفلام وأجملها. قصة الفيلم خرافية ومحزنة، درامية ومؤثرة لأبعد درجة. قصة الفيلم بكل اختصار في سطرين تدور حول أب يكتشف أن طفله الصغير فجأة يعاني من مشكلة في القلب ويحتاج لزراعة قلب في أقرب فرصة، ولكن هناك الآلاف في قائمة الانتظار، فماذا سيفعل هذا الأب لإنقاذ ابنه؟ فعلا فيلم خرافي بمعنى الكلمة. في النهاية ستجدون كل مصادر هذه الحلقة في الوصف، وأهم أهم شيء أريد أن أقوله هو شكرا لكل المنتسبين الجدد في القناة. لمن لا يعلم ما هي خاصية الانتساب بسيطة جدا، إذا كنت تحب هذا المحتوى تستطيع أن تدعمني بمبلغ رمزي شهري من خلال زر الانتساب الذي ستجده بالقرب من زر الاشتراك. طبعا لن ينتسب إلا من يعشق محتوى القناة، فشكرا لكم.